مشاهدين رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. واصناف جميله قاعد نشوفها من شركه اشهر من نار على علم في عالم التغذيه والدايت. نرحب الاخصائيه ساره الدمشقيه، حياك الله من دايت كير. تسلم، الله يحييك، نورتنا بالعلي الكويت. وما شاء الله يعني مشكلت لنا اطباق، كل واحد احلى من الثاني بصراحه. يعني انا محتاره اي واحد، بس انا نيشنت على طبق بشيمان. شوفي الاطباق هذه لو تلاحظينها الحين، راح تشوفين السويت، تشوفين الباستا، تشوفين الستيك. يعني ما عندك عذر بعد ما بيسوي دايت. ما في عاد، ما تبين كيلوين، ما عندك عرس قريب تبين كيلوين تضعفين. اي هذه ما يسوون دايت الا عندهم عرس. يعني لا والله الواحد يهتم بصحته، مو قصه ان الواحد يضعف قوي. الاهتمام بالصحه ويعني لايف ستايل، انه الواحد يهتم بشكله وبترتيبه واكله اللي يدخل داخل جسمه لازم يكون مهتم فيه. الواحد لا يستفيد اصلا لازم يكون مثل ما عم تقولي لايف ستايل، يعني اسلوب حياه هلا وبعدين لحتى تقدر تستفيد من الرجيم. مزبوط، نفسي تماما. جربتي في اول واحد؟ طبعا قاعد نشوف احنا ما شاء الله يعني ساره اصناف متنوعه. شو اللي يختلف في المنيو الجديد عن المنيو القديم؟ هيدولي مثل ما قلت سود اطباق من النيو منيو يلي منزلينه هلا بدايت كير. يلي بيختلف انه في بعض الاشياء يلي مثل الفاناتيك يلي اوريدي كانت ناس تطلبها منا، يلي هلا مثل ما بيقولوا دارجه او ملهبه بالسوق مثلا، مثل الكينوا، مثل السوشي او السالمون، هدول الناس كانوا يطلبوها منا، فنحن زودناها على المنيو تبعولنا. طب هذول شلون تحسبون الكالوري لهم؟ يعني مثلا هذه كلها كامله ياكلونها ولا نصها مثلا؟ هلا حسب الكالوريز مثل ما قلتي، كل حدا حسب الكالوريز تبعوا له. بكل ريسبي نحن بنعملها بدايت كير، يعني الريسبي الوحده بتاخذ معنا يمكن اكثر من شهر، لانه مثل ما قلتي بهمنا انه الكالوريز تكون محسوبه، كمان تكون نسبه الدهون، نسبه الصوديوم فيها كمان كثير بتكون مدروسه. فبنعيد بنغير كل الريسبي لحتى تكون اول شيء طعمتها طيبه، لحتى الناس لما بتعمل رجيم بتحب انه تاكل شيء كمان هي حبيبته يعني. فبيهمنا الطعمه وبيهمنا الكالوريز والفات. هو كثير نشوف السعود احنا حتى مثلا بالسوبر ماركت مثلا هذه موجوده محضره جاهزه، لكن الواحد يحتار شلون يختار الشغلات اللي تناسبه هو. مثلا صحيح. ياكلها كامله مثلا او ربعها؟ صحيح. هل هي مثلا ولا شلون لازم يرجع لكم عشان يعرف الكالوريز؟ ما هو نحن الاطباق اللي مثل ما قلتي موجوده بالسوبر ماركت وهيك بتكون هي اطباق صحيه بس بتناسب الجميع، يعني بتناسب الرجال حتى ونساء، لحتى كل مثل ما قلتي حدا يعرف شو السعرات الحراريه اللي بتناسبه وقد ايه ياكل. هيدا لازم استشاره الاخصائي التغذيه لا يعرف الحرق الجسم عنده قد ايه وقديش فيه ياكل. يعني ساره الدايت اللي تسويه شيمان ما ممكن ينطبق علي او العكس صحيح؟ يعني لو انا ابي ابلش دايت ممكن اي لك واقول لك ساره انا خلال هالشهر بينزل 10 كيلوات وممكن، ولا هو على حسب الاكل؟ لا انت كجسمك اكيد مش ممكن. المخرج يقول مستحيل. ليش يا جماعه ليش مستحيل؟ لا انا جسمك، لانه ما فيك تنزل بشهر 10 كيلو. هلا في ناس معقوله ينزلوا بشهر 10 كيلو، هدول يلي بيكونوا كثير عندهم وزن زايد، يلي بيكون وزنهم فوق ال 150 يمكن بيكون بوزنهم كثير عالي، هدول باول شهر معقول ينزلوا 10 كيلو، بس انت بجسمك لا اكيد. يعني هذا دل ان انا صحي راح انزل قليل. ساره يعني اليوم مو بس تقدمون الاكل، احنا عرفنا من خدمات شركه دايت كير تقدم حتى حصص للجيم للرياضه، ممكن تكلمينا اكثر يعني عن الموضوع؟ هلا معن قريبا فتحنا للنادي التدريب الشخصي كمان، لانه نحن في كثير من تعرفي الرجيم هو او الحياه الصحيه هي 70% منها عباره عن الاكل الصحي و30% عباره عن الحركة والرياضة. بس في كتير ناس أشخاص يعني من زباين دايت كير ما بيحبوا كتير يروحوا على النادي، بيحبوا حدا ينتبه لهم أكتر يمكن أو يضلوا فوق راسهم مثل ما بيقولوا ليقدروا يعملوا التمرين، يعلمهم شلون يختارون الأكل بقطع معينة مثلا ما يكسر أو شيء. هيدا الأكل مشان مع أخصائي التغذية بس كمان الرياضة في مدرب شخصي لكل شخص حسب احتياجات جسمه بيعمل له البروجرام تبعوله. طيب شنو اللي يميزهم الحين الوجبات اللي موجوده عندك بالمنيو الجديد؟ اوكي يعني هلا مثلا هيدا طبق فيجيتيريان هو عباره عن كينوا مخبوزه مع خضره. هيدا مثلا في كثير متو انت حضرتك عم تقولي لي انه يور فيجيتيريان، فالفيجيتيريان مثلا كثير بننتبه لنسبه البروتين ونسبه الحديد والفيتامين بي 12. هيدا الطبق موجود فيه كل شيء لانه فيه شويه الالبان يلي فيها مشان كمان البروتين، والكنوا كلنا بنعرف انه فيها شويه بروتين عالي. كمان السالمون لانه في ناس دائما خصوصا هلا انا بالكويت بحبوا كثير السالمون، فلحتى ما يخربوا الدايت وياكلوه من برا في السالمون سوري السوشي الصحي، انا قلت سالمون هي سوشي. اوكي والسوشي
لانه السالمون عم بتطلع عليها. هذا سالمون ها؟ هيدا سالمون. لا لا هيدا سالمون هيرب كريستد سالمون. كمان مثل ما قلت للاكل البحري كلنا بنحبه، والسالمون خصوصا مطلوب، يعني في كثير ناس ما بيحبوا السمك اصلا بس بيحبوا السالمون. يعني قيمته الغذائيه هم عاليه يعني. وفي الاوميجا 3 كثير عاليه بال يعني الزيوت الصحيه كثير عاليه بالسالمون. والطبق اللي نشوف هناك هلا هونيك هيدول الفاهيتا، هيدا اور هايز تشاينيز، هذا اتس فاهيتا مكسيكان شوي مكسيكان هذا مع بيف. هيدا اول شيء بلشنا فيه كان عباره عن بس الرز لحاله بس اتس هاي سيلينج عنا كثير، فالناس يعني الكلاينتس عنا طلبوا انه نزود منه اصناف، فعملنا مثلا في اصناف الدجاج اصناف الخضره واصناف اللحم. صار مشاهدينا اللي قاعد يتابعونك الحين ويبون يشتركون في دايت كير، شنو انواع الاشتراكات اللي تقدمونها؟ بداية كير في كذا نوع اشتراك، يعني في ناس بتشترك بتفضل تشترك حسب هي متطلبات جسمها، يعني يمكن في عنا اشتراكات لنزول الوزن، اشتراكات لمثلا الأشخاص يلي عندهم أمراض سكري أمراض كوليسترول، في اشتراكات للمرأة الحامل أو يلي عم ترضع، يعني في كل حسب متطلبات كل شخص. وفي بعد سارة في ناس مو شرط يكونوا جايين عشان يضعفون، في ناس يبون يمتنون لأنه يكونوا ضعاف وايد فحب يعني ترجع صحتهم أفضل. صحيح. شو ممكن تساعدونهم انتم بها؟ يعني تكثرون الكميات ولا تعطونهم حلو اكثر؟ لازم تعرفون عليهم، لازم تعرفون عليهم، هذول اللي جايين يبون يمتنون لازم اتعرف عليهم. لازم ادرس الحاله شلون يبون يمتنون. في اشخاص بيكون في منهم عندهم حاله مرضيه، وفي اشخاص بالعكس هيك بنيه جسمهم ما بيسمنوا، يعني الحرق عندهم اعلى من غيرهم فما بيسمنوا. هدول نحن دائما بنفكر انه حدا بده يسمن، يعني خلينا نروح ناكل وجبات سريعه مثل ما قلتي او حلو زياده. هو الاطفال صار اليوم يعني الاطفال صاروا يتجهون صوب الاكل السريع وايد، في دايت كير يقدم لهم يعني الاطفال وايد عاليه يعني. نعم نحن في عنا خلينا بس زياده الوزن كمان لازم تكون زياده وزن صحيه، يعني ما فينا يكون عم نزيد وزننا باكل وباكل كثير دسم او مش صحي، بنكون بدل ما عم يزيد وزننا عم نعرض حالنا لامراض كوليسترول وهالخطيه. للاطفال نحن هلا عندنا اخصائيين خصوصي للاطفال يلي كل حدا عمره اقل من 16 سنه ومنيو خصوصي كمان لهم، نحن ما جايبين هلا من المنيو تبع الاطفال بس عندهم وعندهم السناك يلي بياخدوها معهم للمدرسة. وطريقة الرجيم بيكون مثلا ما كتير أولاد بيحبوا السوشي فور إكزامبل، بس فينا نفوت لهم إياها مع الأطباق، في ناجتس أكتر، في بيتزا أكتر، لحتى كمان الأطفال يقدروا يحبوا الأكل اللي عم يأكلوا. سارة في سؤال أتوقع كل الأمهات حابين يعرفوا الإجابة هي منك، وانت بما انك اب وعندك عيال فاكيد تعاني من هذا الموضوع اللي هو شنو؟ ان اليهال الام تعاني عشان توكلهم خاصه اللي يكونوا ضعاف. صح. فشلون ممكن تقدمون اطباق تشهي الاطفال هذه؟ يعني هل مثلا زينون بطريقه معينه؟ تحطون نكهات معينه لهم؟ صحيح. مثل ما قلتي الاولاد خصوصا يلي نحن بنسميهم بيكي ايترز او يلي ما بيحبوا ياكلوا كل شيء بياكلوا بعيونهم قبل ما يذوقوا. مو العين تشتهي اول شيء. صحيح. حتى الكبار وما صار صغار. صح. بس هنن يعني اذا شافوا شيء حبوا شكله رح يتجرأوا انه يدوقوه. بالعاده الوالده حرام كثير بتتعب وبتركز عليهم، بس هن بيكون اشياء اذا ما حبوا شكلها ما حبوه ما بياكلوا، وفي منهم بيعلقوا على اطباق معينه يعني ما بيعودوا بغيره، فمشان هيك نحن بالمنيو بنحط الاشياء اللي عاده الاولاد بحبوها، يعني برجرز ناجتس بيتزا بطريقه صحيه اكيد. صحيح. ساره في سؤال وايد مهم دائما اي شخص بيشترك في وجبات صحيه في اللايف ستايل يقول لك انا اي لدايت كير اشترك معاكم عادي ما اسوي رياضه ما ابي اروح الجيم ما ابي اتمرن ممكن اضعف؟ اوكي حيضعف اكيد 100% بده ينحف، بس هيدا الشيء صحي؟ لا مش صحي، بس اكيد الرجيم اذا حدا انتبه على اكله وانتبه على السعرات الحراريه وعلى طريقه النظام الغذائي حينحف وزنه اكيد، يعني راح ينزل وزنه بس مش بطريقه صحيه، شكل الجسم ما حيكون مشدود، وخصوصا اذا عنده وزن كثير لينزله هيدا بلا رياضه كثير رح يصير شكل الجسم مش متناسق ابدا، خطوه خطوه لما ينزل يكون متناسق وما يكون في ترهل بالجسم. صحيح يعني. فمشان هيك الرياضة منيحة لشكل الجسم ومثل ما قلنا صحية تحريك الدورة الدموية يعني بعد يكون صحي أكثر. في شغلة مهمة الحين أنتوا ركزتوا على شغلة اللي تكلمتي قبل شوي سارة إن التغذية للناس اللي حابين
يحافظون على رشاقتهم او اللي يضعفون، يعني في عندكم حالات ناس بتحافظ على وزنها وفي حالات لا تبي تضعف وفي حالات تبي تمتن، وتكلمنا سواء كبار او صغار، لكن في حالات اللي هم يكون عندهم مرض مثلا امراض الكلى، امراض القلب، اللي سكر بالضبط، هذول شلون تتعاملوا مع هالحالات هذه؟ شنو الوجبات اللي تقدموا لهم اياها؟ شوفي هيك مشان هيك اهم شيء هن يعرفوا يتعاملوا مع جسمهم كمان، فكتير مهم استشارة أخصائيين التغذية ليعرفوا كيف ينظموا حالتهم المرضية، خصوصا مرض السكر. لازم نحن ننتبه في شيء اسمه carb counting، وهيدو أغلبية الناس اللي أول ما بيصير معهم السكر ما بيكونوا عارفينين كتير كيف يعملوا، فلازم مع أخصائية التغذية يقدروا يعرفوا كمية النشويات اللي بيحتاجوها. أمراض الكلى لازم ينتبهوا على البروتين، على بعض المعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور، فهيدا كتير مهم نظبطه مع أخصائيين التغذية. تطلبون دائما أنتوا الأخصائي التغذية اللي هو ريبورت عن التحليل وهذا قبل أن يقدم؟ عندهم أتوقع أنت عندكم بالعيادة الفحص الدوري يصير؟ أنا فحص اللي بيصير بنية الجسم، كتلة الدهون وكتلة العضل وهيدا سارة معنا. أنا راح أتحدى مخرجنا سعود الرمح وراح أجي بكرة راح أشترك في دايت كير وأبي أضعف 10 كيلو بالشهر، أقدر ولا ما أقدر؟ 10 كيلو؟ 10 كيلو ما راح تضعف السعود اوريدي. انا راضي بس راضي، المهم اقبل التحدي وان شاء الله الاسبوع الجاي. لكن بس مش 10 كيلو سعود. كم كيلو؟ سعود فيك تضعف 3 او 4 كيلو بالشهر. ليه؟ خلينا نخمسة. هي الكاميرا تمتنا يعني احنا بالطبيعه شيء وعلى الكاميرا 7 كيلو قاعد تزودنا يعني. بس انا راح اخليها قدام المشاهدين ساره، يعني اسبوع باسبوع راح تنزل فقره ريال الكويت دايت كير، راح ننزل الوزن. هل كدايت كير تقدرون؟ وراح التزم بالبوكس اوعدك. اكيد 100% اذا التزمت حننحف. مش 10 كيلو سعود، 5 كيلو. اوكي 5 كيلو راضي، حلوه 5 كيلو طبعا. أوكي. يعني في بس بدك تلتزم. راح التزم. 5 كيلو كافين حقك؟ كافين يعني انا راح التزم بالبوكس وباكل 5 كيلو. لا ما قلت باكل 5 كيلو، بضعف 5 كيلو، ما ابي اكل 5 كيلو. كل الشكر لدايت كير طبعا، ان شاء الله نشوفكم في الاسابيع القادمه. يعطيك العافيه ساره، ما قصرتي. معنا فقره عبد الله الطراح راح نشوفها بعد الفاصل، لكن قبلها عندنا اغنيه من فرقتنا فرقه ليالي الكويت عن الام، نتابعها يا محمود.